نبدأ بوقوف مصر بجانب قطاع غزة، مبادرة الرئاسة المصرية وتقديم 500 مليون دولار كدعم لإعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليها. مصر بتواصل تقديم المساعدات المتنوعة لقطاع غزة، مصر دورها اللي بيتسم ويتحلى بالوطنية ويتسم أيضا بال شجاعة والإقدام. هي مبادرة والبقية تأتي عبر بوابات معبر رفح البري شمال سيناء. مصر موجودة ومستعدة بتوجيهات من الرئيس السيسي لدعم للأشقاء، وجهت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قطاع الرعاية الطبية بالوزارة بإرسال دفعة تانية من الكوادر الطبية، وده لشمال سيناء ضمن استعدادات وزارة الصحة في استقبالها لكل المصابين من فلسطين. نتابع هذا التقرير الخاص بالمسعفين اللي ذكروا في كيفية توفير الخدمة الصحية لكل مصاب على معبر رفح، وإزاي في تعزيزات بتقدم في هذا التوقيت الدقيق اللي بتمر به فلسطين وتحديدا قطاع غزة لمساعدة أي شخص يأتي عبر المعبر مصاب أو يحتاج لمساعدة. تم توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لعلاج إخواننا المصابين، وتم العربيات بتبقى مجهزة عندنا من كل شيء، عندنا الأكسجين، عندنا أجهزة التنفس الصناعي، عندنا جبائر الشفط، عندنا كل الأدوية والمستلزمات داخل السيارة، بحيث يقوم المسعف المدرب بنقل المصابين من المعبر إلى داخل الأراضي لتلقي العلاج في المستشفيات. كل الأجهزة متوفرة، عندنا الأكسجين بكفاية، عندنا عربيات نقط متحركة من الأكسجين موجودة على مدار الطريق حتى لا ينقص أي شيء، لضمان نقل المصاب بأمان إلى المستشفى لتلقي العلاج مع التنسيق مع وزارة الصحة. وإن شاء الله ربنا يكمل مهمتنا، ودايما مصر واقفة مع إخوانها في كل شيء من دعم لوجستي ومن دعم دوائي ومن دعم ومعونات، وإن شاء الله ربنا يعدي على خير إن شاء الله. أشاد المواطنون الفلسطينيون بجهود مصر في دعمهم بتوجيهات من الرئيس السيسي، وإزاي في حضور وفي تواجد في التوقيت اللي الحاضر في غزة في بيستغيث. نتابع. حاجة حلوة جدا جدا المعاملة هنا والتسهيلات والاحترام. الإجراءات كانت ماشية بشكل سهل وسلس، الجيش المصري واقف معانا وكان في تسهيلات، متفاهمين مع الشعب الفلسطيني ومعاناته. إن على المجتمع الدولي تفعيل التزامه بتحقيق السلام الذي طال انتظاره، والتصدي للإجراءات التي تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين، لكي يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة والتي بادرت إليها مصر سعياً إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم. قرأت خبر إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتبرع ب 500 مليون دولار لبلدنا في غزة، وهذه يعني لفتة كتير جميلة. يعني نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه من مجهودات لفلسطين ولأهل غزة المحاصرين من مساعدات طبية وإنسانية. طول عمر مصر هي مصر الشقيقة، الشعب المصري والشعب الفلسطيني إيد واحدة دائما. شكرا للشعب المصري والجيش المصري، وإن شاء الله يا رب نعصي فلسطين.